حجم بناء المنزل كان يشكل مرآة تعكس المكانة الاجتماعية للشخص لدى القبائل والعشائر قديماً، فبيوت الشعر عند أهل البادية تمثل مصدر تباهٍ وتفاخر بحجمها وكثرة أعمدتها التي تحافظ على ثبات الصوف المحلي المنسوج بأبدع الأشكال. بيوت الشعر القديمة نظام القطبة اللي هو الخشب، بيوت أبائنا وأجدادنا وبيوت، وكانت تتخيط بالخياطة اليدوية كلها كاملة. الآن تطورت الآن وصارت إلى عمدان حديد وخياطة مكينة، وتختلف من أنواع غزل وأنواع صوف وأنواع شعر وأنواع، هذا من شعر، هذا كله من شعر وخياطة يدوية. يعني كانوا أبائنا وأجدادنا كانوا يخيطونه باليد، خاصة كان النساء الأولين يخيطون خياطة يدوية كاملة. هذه الخيمة التي لها وقع لدى أهل البادية يستغرق صناعتها يدوياً من 3 أشهر إلى عام واحد، وذلك وفقاً لمساحتها، كون بعضها قد تتجاوز 30 متر. الفوق يسمونه الفليج، الفلجان، وهذه الحجم اللي هي الرواقات اللي على الجوانب كاملة. طبعاً العمدان الخشب معروفة، لا لا لا، بس كان مسمى البيت من فوق يسمونه الأول تسلم ليش يسمونه فليج فلجان. لطالما أهل البادية كانوا أهل حل وترحال ويتنقلون باستمرار، ألزمهم الأمر بصناعة منازل يسهل تنقلها من مكان لآخر وحملها على ظهور الجمال، إذ أن تركيب الخيام وبيت الشعر يستغرق ساعة من الزمن تقريبا. من محافظة النعيرية، أنفال الحارثي، الإخبارية.